نسجل هذه الكلمات في جميع من الأحبة بمناسبة وافد وفد علينا وفرحنا به فرحا، وهو محمد الذي حلو. نسأل الله عز وجل أن ينبته نبات حسنا ونفرح بقدومه، ونسأل الله عز وجل له التوفيق والكمال. سجل هذا ليلة أحد، الرابع من شهر ذي القعدة سنة 27 و400. أيها الأحباء، إن الزائرة الوافدة فيها إلى هذه الدنيا كالوافد الذي يحتفل به بمقدمه ليلة، الوافد على هذه الدنيا يخوض غمار الحياة لاهيا عابثا لا يعلم من أين ولا إلى أين. تتوقفه الأسرة بالفرح والابتهاج، ويعقد الناس حفلات لتكريم أبويه والابتهاج بمقدمه مستبشرين فرحين. فإذا هو في رحلة من أمشاج نبتليه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، جاء إلى الدنيا يختبر، وهل يخاطب صبي في أسابيعه الأولى وشهوره الأولى وأعوامه الأولى بكلام جدي أن نقول له إن ما جئت لتختبر إلى الدنيا لتبتلى وتختبر؟ لا، بل نلاعبه ونماهد له الطريق ونلعب معه سبعا، ثم نصحبه سبعا، ثم نأخذ بعضيه إلى الرجل أخلم رفيقا. إنه الإنسان من صوت نبتليه جعلناه سميعا بصيرا. هل يفهم الصبي وحتى البالغ إن لم يفهمه الله عز وجل وإن لم يأخذ بناصيته إلى الخير قدره وسابقته عند الله؟ هل يفكر لماذا أسمع، لماذا أبصر، لماذا فيما يفيدني السمع والبصر، وفي أي شيء ينبغي أن أصرف هذه القوة العجيبة التي استيقظت في الدنيا فإذا بي مجهز بشتى أنواع التجهيزات؟ هل يفكر هذا التفكير المفلسف؟ لا. فإذا نأخذه بلطف حتى يشتد، ساعده ماديا جسمه صحته، وحتى يكتمل شيئا فشيئا تمييزه وفهمه، فيقيم الله له صادقين يعلمونه خطوة خطوة الحياة وماذا تحتوي عليه هذه الحياة، ما معنى هذه الحياة، ومن أين جاء وإلى أين ينتهي. إن وفق الله عز وجل لقي من يسأل عن المعنى، المعنى الوجود، لا رحم عما يتساءلون. هؤلاء الذين يتساءلون هؤلاء مرحومون، وإلا لم يتساءلوا عن النبي العظيم الذي هم فيه يختلفون.
هؤلاء مرحومون. فهذا المرحوم الناشئ إن صاحب الصادقين وسمع رسالة ربه منهم تقول له يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. له النبأ العظيم. إن كنا أحيانا تأتي هموم الدنيا ويأتينا هم 2006 وما ينتظر في 2006 فتشغلنا عن نبأ العظيم فلسنا هناك حين يعتد بنا. نعم نهتم ب 2006 وما جاء فيها من بشائر ونصدق إنا صادق لأن الصادقين يصدقون والكاذبون يكذبون. الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. المتقون إلى أين يسيرون؟ ألم يجعل ربهم يا آدم أهل عتالا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. هذه كلها أحوال الناشئ ثم اليافئ ثم الرجل ثم المتكبر وامرأة كذلك. فعندما يعقل نفهمه شيئا فشيئا أنه كادح إلى ربه، أنه سيلقى ربه، سيلقى ربه. فإذا كان سيلقى ربه وكدحا، والكدح فيه السرعة والشدة، سيلقى في الدنيا شدة وسيسرع عبر هذه العقبات الشديدة إلى لقاء ربه. وعندما يلقى ربه ماذا هنالك؟ هنالك ما قدمت يداك، ما ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني مت ترابا. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ورأينا فقدوا سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا ورأينا فقدوا سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا بالمعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات أزافا. ها أنت كما يصفك القرآن الكريم وكما يصفك البيئة المادية الطبيعية التي تعيش فيها والبيئة الإنسانية المجتمعية أيضا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، انتظرك يوم تلقى فيه ربك فيفصل بين الحق بين الباطل فكون من أي حق. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يا أيها الذين يتساءلون عن نبأ العظيم، هذا ما ينتظركم. إن يوم الفصل كان ميقاتا ما ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء. هذه أهوال شديدة. ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا من قوة اليقين ما يستحضر به كل هذه المعاني تباعا أو على الأقل مرة في الأسبوع أو على الأقل أقل القليل مرة في الشهر أو مرة في السنة. والموتى يبعثهم الله لا يفكرون في هذا ولا مرة في العمر. فعلى الداعية أن يبصرهم بماذا ينفقهم. ثم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. لكن بين هؤلاء الأفواج من يعرض على ربه؟ هل تعرض الأفواج أو يعرض كل فرد فردي على ربه؟ ولقد جئتمونا فلانا كما خلقناكم أول مرة. كما خلقناكم أول مرة كيف؟ لحمة رحمها أب وأم فكفلها وأنشأها حتى أصبحت شيئا يذكر شيئا مذكورا، أصبحت إنسانا. أخواني الكرام، إننا نكرر دائما أن ما تحتاجه أنفسنا اللاهية الغاوية المعرضة عن ربها هو أن نذكر الله، أن نذكر الله، أن نتذكر لقاءنا به،
ذكر الله باللسان هذا شرح مشروع، لكن ذكر اللسان لا إله إلا الله وصدق النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله والقرآن الكريم تلاوة وحفظا وعرضا مطلوب شرعا، لكن لب الذكر ما هو؟ ذكروا أن الله الذي لا إله إلا هو الذي أوحده والذي ينبغي أشكر الله عز وجل حيث جعلني من يوحده ولم يخلقني مشركا ولا كافرا ولا يهوديا ولا مجوسيا ولا نصرانيا ولا لا أدريا ولا ملحدا، نعوذ بالله من الحد، فهو أخبث ما هناك الملحد الذي عرف الحق وزغ عنه. إذن الناس محتاجون إلى من ينبههم إلى هذه النقطة البسيطة القريبة من الإدراك، من الإدراك البسيط، من الإدراك الفطري. إنك ستموت يوما ما، نعم أعرف هذا، لكن كل الناس سيموتون، لكن ما وراء الموت؟ هذا لا يتحدث عنه الناس، لا يتحدث عنه الناس، ولعل الناس يخجلون أن يحدثوا غيرهم عما ينتظرون في القبر وعذابه صلى الله عليه وسلم، وعما بعد القبر من نصرين، وعما بعد النصر من حصرين، وعما بعد الحصر من زمرين، وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. الناس لا يتحدثون عن هذا، وعن هذا ينبغي أن نتحدث، ينبغي أن نركز كلامنا على هذا. ونحن على مسار خصال العصر، الصحبة والجماعة، جاء غريبا في الدنيا طفلا صغيرا صبيا يحبو، فصاحبه صادقون ودلوه على الطريق اجتهاد من أبويه، الله عز وجل أن يجعل آباءنا وأمهاتنا صادقين يدلونه على الصدق وعلى صحبة صادقين. الذكر، الصحبة والجماعة، الذكر، ذكر، ذكر الله، ذكر لقاء الله، وفي الذكر شعبون عددها كذا وكذا، قد ننسى، قد ننسى كم عددها، وقد ننسى أن في تفصيلها موقف يدل على غسل الميت، حديث يحث به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر على غسل الموتى والسير معهم إلى الجنازة، وقبل ذلك قبل أن نغسل الموتى يجب أن نغسل الصبي الصغير الطفل. فإذن هذه النقطة المهمة جدا. ثم بعد ذلك ننظر إلى ما هنالك من عقبات أمام الإنسان ليكون عادلا، ليكون محسنا. إذا نقض العدل، إذا لم يكن هنالك عدل ولم تكن هنالك مروءة، فلا يمكن للإنسان أن يصبو وأن يسير إلى مخمال الإحسان. رواه ابن النزار بسنده عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه مر بجماعة فقال: فيما أنتم؟ فيما أنتم؟ شو كنتم؟ قالوا: نتحدث عن المروءة. قال: أما كفاكم قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ فماذا بعد ذلك؟ يعني المروءة، المروءة الرجولة، ونأخذ طريقة صغيرة لكي نتحدث عما ينتظرنا غدا. وجاءت بشائر بأن هذا الغد يقترب بخطى حديثة،
ينتظر اللقاء مع ذوي المروءات ممن يخشون ربهم وممن لا يخشون ربهم، ومن ينتظرون هؤلاء الملتحين إنما يقيمون حكومة الملتحين، ينتظرون ويتوجسون خيبة أنهم سيصبحون جثة هامدة ضحية للإرهاب الإسلامي. أصحاب المرؤات ينبغي أن نتقرب إليهم بتفهيم أي شيء نحن ماذا نريد. فمن الخطأ ومن صبيانية الفكر ومن الفكر الذي لا يزال يحبو على الأرض لما يستقل لما يقوم، ويظن أنك تستطيع بين عشية وضحاها عندما يكون في يدك السيف والقدرة أن تمحو الباطل محوا بين عشية وضحاها، وأن تقول للأحزاب السياسية أوفٍ لكم لا مرحبا بكم، وتقول لمن هنالك في المجتمع من علماء ومتعلمين وفلاحين ورؤوس أموال هل نستطيع أن نغير هذا من أجل الضحى؟ إذا كنا نظن ذلك فنحن بعيدون جدا عن الفكر المنهاجي. الفكر المنهاجي اقتحام العقبة من العقبات الكبرى التي تقف أمامنا هو إصلاح الحكم. وإصلاح الحكم ماذا يقتضي منا؟ جهدا كبيرا طويل الأمد يأتي صبية والأمثلة أمامنا ولا فائدة للبحث عنه. أمامنا قوم يظنون أنهم سيفعلون شيئا فيأتون بشباب غر لا تجربة لهم في الحكم ولا في السياسة ولا في تدبير الأمور ولا فيما يسمونه الآن الحكمة الراسلة وترشيد الحكمة، فيلعب الصبيان بمقومات الأمة. هذا ما أنا أمثلة. فإذا هذه الجماعة جماعة تدعو إلى الله أساسا ومورد الدعوة. الأمة صبية، الأمة صبية تحبو في حاجة إلى من يبصرها بمعنى وجود كل فرد فردي، ويطلب زمانا وجهودا ومكانا وإمكانات. الأمة لا تعرف من جاءها الفلس الإفلاس، تشعر بالألم والضياع والفقر والمرض والأوبئة الاجتماعية وفساد الأخلاق والذمم، لكن لا يعرفون أين جاءوا ماذا. جاءوا ماذا من فساد الحكم. سيدنا علي قال فيما أنتم قالوا ذكروا المروءة، قال المروءة ما يمر العدل والإحسان. فماذا بقي؟ هذا لكي لا نكون مغرورين. جماعتنا جماعة دعوتي ولها جناح الحمد لله ينبسط الآن ويكبر ويتقوى أعضاءه وتقوى، يسمى الدائرة السياسية، تشتغل بالسياسة بمقدار المطلوب وفي الزمان المطلوب وبالرجال المطلوبين، لكن أعمال كل واحد منا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أمرا
ولا يطلبوا وقتا مجهودا، وهو سوق للريح مع الله عز وجل. نرجو الله ان يوفقنا واياكم بما يحب ويرضاه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.